الأورفس، قطرة الأورفس جسمه، فكل لما الأورفس ده يزيد كل لما تقول الدايرة تكبر، الدايرة تكبر صح؟ يبقى الله يبقى الكي فاكتور بيأثر برضه، يبقى برضه حاجة تانية كمان الهازارد بيأثر، الخطورة بتأثر. يعني إيه الخطورة بتأثر؟ يعني معناها حضرتك الديستنس أو المسافة اللي ما بين الرشاش ده والرشاش ده لما تزيد أو تكبر، خدت بقى حضرتك؟ كمية المية اللي نازلة عليا لغوات معدل التبريد، العملية مش مسافة بس، ده هو معدل تبريد الحمض الحراري للأحذية، خدت بقى حضرتك؟ ده مهم. وعشان كده هو جم قالوا ايه؟ بصفحة 89 وراها على طول هتيجي تبص تاني ايه؟ جه قال لك ايه؟ جه قال لك ايه اهو؟ جه ببساطة جدا حضرتك، جه قال لك the distance between sprinklers according to ايه؟ ها؟ سمعني كده؟ ها؟ لايت لايت تيبل كام؟ 5 2 A. طب بي؟ اوردينري طب سي؟ اكسترا. يبقى كل لما الهازارد بيزيد حضرتك او بيتغير تبص تلاقي الديستنس بتعمل ايه؟ طب بس خلي بالك هي الديستنس دي ثابته حاطه في اللايت؟ لا. نقرا كده اهوت هو قايل ايه؟ الديستنس حضرتك كاتب لك 4.6 صح؟ ده احنا هنا حافظينه، ده احنا ايه شغالين بنبصم بيه. لا منهم الناس حافظه كده بتبصم كده. مش قال لك كده، قال لك حدد الهازارد الاول. عشان كده دايما لما تيجي بروجكت تسالني يا دكتور لو سمحت الهازارد بتاعك ايه؟ تمام؟ اقول لك لو سمحت ما اعرفش. ليه؟ تخش على صفحه كام؟ 70. عشان كده انا بقول لحضرتك انا مأخر معاك المشروع. انا بديك البيزكس الاول. بيزكس اللي انت ايه تعرف تتعامل فيها مع المشروع. ما انا ممكن اديك المشروع ولا اخش يا ريس ايه وزع واعمل وبتاع العمليه كده بقينا بصمجيه. نقرا الاول ثينك بيفور يو. دكتور حضرتك اذنك، لما كل ما الهازارد بيزيد بنقلل حجم الاورفيس صح؟ لا بنقلل الديستنس ما بين الرشاشات وبعضها. المسافه ما بين الرشاش وبعض بتقل عشان نزود معدل الكولينج اللي نازل على الايه على الحريق. تمام. طب تعالى هنا حضرتك نبص مع بعض. تمام. صفحه حضرتك 89 الديستنس بيقول ايه حضرتك هنا اهوت. بص حضرتك نايت كومباستبل اوبستراكتد اند ان اوبستراكتد اند كومباستبل اوبستراكتد. يعني اول حاجه هنا اهوت السيستم تايب قال لك فايب سكيدول. كلمه فايب سكيدول يعني ايه؟ طريقتين في السايزنج بتاع المواسير هناخدها برضو. طريقتين في عمل السايزنج. تمام. السايزنج يعني ايه؟ اجي احط الاقطار قطر الماسوره. تمام. قطر الماسوره وانا بعمل له عايز احدده. جه قال لي في جدول تبع ال ان اف بي ايه قال لي والله انا عملنا بعض الاختبارات. تمام. الاختبارات دي اثبتت بتقول ان والله المسافه ما بين الرشاش والرشاش في حاله اللايت هازارد. تمام. الرشاشين دول لو الماسوره تشيل رشاشين او تغذي رشاشين تبقى بوصه. تغذي اربع رشاشات تبقى كام؟ تبقى بوصه وربع. سوري ثلاث رشاشات بوصه وربع. خمس رشاشات بوصه ونص. ادي انا حافظي طب ده كده ايه؟ ايه؟ اللي بيرد عليا ده يبقى غلطان واللي انا بقوله غلط طبعا. حد يجي يقول لي لو سمحت هو نوع الماسوره ايه؟ الاول الماسوره بتاعتك لا سيمس ستيل ولا كابر؟ لان ده لي سايز وده لي سايز. ده احنا جرجرنا لايه؟ ها؟ يبقى هنا هو لازم نشوف اول نوع الماسوره ونشوف البايب سبيد. طب قال لك قال لك طيب لو سمحت لو انت حبيت تخلص بسرعه وتستخدم الجدول اللي عامله الكود والجدول اللي عامله الكود زي ما بقول لحضرتك موجود فين؟ تحت خالص في اخر ورقه موجوده عندنا في الحسابات. تمام اهو الجدول اللي عامله الكود. سريعة بنسميها باي سكيدول ميثود.
payments by schedule method. ايه هو الباي سكيدول ميثود ده؟ هتبص تلاقي حضرتك كاتب لك ايه؟ كاتب لك لايت هازارد. لايت ايه؟ لايت هازارد. والجدول الثاني اوردينري هازارد. طب والاكسترا فين يا عم؟ لا الاكسترا هيدروليك اوكي. You can use ordinary hazard but you must use extra. تمام؟ الاكسترا ملوش جدول. اللايت والاوردينري تمام؟ الاكسترا بتستخدم ممكن الاوردينري بس لازم تحسب مانيوال هيدروليك كالكوليشن تمام؟ لكن ده ستاندرد عشان كده جه قال لك ايه؟ قال لك المواسير لو هي بلاك ستيل او كابر تمام؟ وهنا برضو المواسير لو ستيل او كابر وده هناخده متقدم بس انا بحكي لك الحدوته ماشيه ازاي. بقول لك ليه هو كاتب في الجدول بس كلمه بايب سكيدول عشان نبقى فاهمين كلمه البايب سكيدول تمام؟ الكود معلش عشان نقراه خد قعدت سنتين ونص بس عشان اقعد اعمل الكتاب ده عشان اعرف اشرح لك الكود بيتعمل ايه بيتقري الكتاب بيتقري ازاي او الكود ده بيتقري ازاي لانك لازم تقراه من الاخر للاول وبعدين ترجع تقراه من الاول للاخر فاهمين قصدي ايه؟ فدي حدوته شويه لطيفه. فدلوقتي حضرتك قال لك ايه؟ قال لك ان البوصه بياخد ايه؟ بياخد رشاشين. ده فين؟ في البلاكسيم سيستين. البوصه وربع بياخد ثلاثه. طب بص هنا اهوت الكفر زيه بس بيختلف كل لما ايه بقى؟ نكبر بقى كده عند الاثنين بوصه ده بياخد 10 ياخد يشيل هنا 10 رشاشات لكن الاثنين بوصه هنا اهوت انت شلت الكهرباء الكهرباء انفصلتها حد يعرف يشغلهم؟ اشتغل طب ايش الجدول دلوقتي؟ طيب بص يا جماعه ببساطه المهم حضرتك البايب سكيدول زي ما احنا قلنا لو استخدمنا الطريقه دي لو استخدمنا طريقه البايب سكيدول هتبص تلاقي يقول لك ده ديستانس الماكسيمم ديستانس بتوين سبرينكلر كام 4.6 متر. خلي بال حضرتك ان في اللايت هازارد مش مختلفه كتير فهتلاقي الديستانس كلها 4.6 عشان كده بنسهل على نفسنا ونحفظها. في الاورديناري هازارد 4.6 برضه تمام. تعالى بقى في الاكسترا. الاكسترا عمل ايه؟ ها الاكسترا الديستانس كام يا جماعه؟ ها 3.7. طب ممكن اديكوا اكزامبل صغير بسيط تمام نلم الموضوع هنلم من امبارح والنهارده في سؤال لطيف شوفوا التريك او السؤال اللي بيجي لنا او المشروع اللي بيجي لنا. لو انا عندي مبنى المبنى ده تمام ارتفاع السقف بتاع الستور ارتفاع سقف الستور 6 متر تمام. طيب الستور ده I will use stock piles. كلمة stock piles يعني ايه؟ قلنا عليها امبارح stock piles رصاص هخزن رصاص فوق بعضها. ده هايتس ارتفاع الستوك بايلز دي تمام 2.5 متر. انا قلت 2.4 قلت 2.5 متر تمام 2.5 متر. واتس ذا ديستنس ذا ماكسيمم ديستنس بتوين ذا سبرينكلرز؟ كام يا جماعه؟ ما هي المسافه بين الرشاشين تمام لو ارتفاع التخزين وصل ل 2.5؟ كام من فضلك رد عليا مش من دماغك من الجدول اللي موجود معاك في الكتاب. 4.6 كام؟ 4.6. طب ولو الارتفاع بتاع التخزين وصل حضرتك 4 متر؟ لا يبقى 3.4. كام؟ 3.4. ليه حضرتك؟ عشان بقى اكسترا. شفتوا بقى؟ طب انت ايه راي حضرتك بحاجه لطيفه جدا وانت بتعمل الديزاين خلي بالك. وانت بتعمل الديزاين خلي بالك. الماتيريال بتاعت المالك عباره عن شويه اخشاب حاجات بسيطه جدا. المالك ده طقه في دماغه عنده شويه عنده مهندس مجنون مثلا او بمعنى صح مهندس غير عارف بالكود تمام مش عايزين نغلط حد بس نقول اكزامبل بسيط مهندس او مالك غير عارف بخطوره الكود تمام. جه قال لك طب يا جماعه ان الارتفاع بتاع الايه؟ المخزن 6 متر صح؟ ارتفاع المخزن 6 متر ما استفيدش بالفرق ده ليه؟ اوكي؟ وانت رحت عامل حضرتك حسابك ان يعني ده اوردينري هازارد المسافه ما بين الرشاش وبعضه وزميله 4.6 مظبوط؟ ورحت عامل ايه؟ حاجه كده ومحدش حد قال لك
انت غلطان تمام. وراح ايه الملك راح حاطط لك ارتفاع ايه التخزين 5 متر تمام. ايه اللي يحصل بعد الشبكه ولا بعد الشبكه؟ بعد الشبكه والدنيا حصلت ولعت في المخزن تمام، والحيوان المخزن ولع تمام، وربنا ستر ما حدش مات، ربنا ستر ما حدش مات. طيب دلوقتي جت شركه التامين عشان ايه تدفعه، سوري عشان تدفعه، فجابوني انا كاستشاري شركه التامين. شفت بقى هخرج شركه التامين منين؟ ولا بتسال مين؟ السيستم يبقى فعال، خزنت اكتر من 3.7 ما اعرفكش. طب هو لو عمل راك دورين تمام مخزن عليك الحمد لله. لو راك دورين عمل راك الدورين حضرتك ده سيستم تاني خالص. ارجع للكود ان اك بي 13 اسمه ريكوايرمنت انستليشن شابتر تقريبا يكون شابتر 5 او 6 مش فاكر، لا سوري فصل 5 او 6 في ريكوايرمنت انستليشن بتاع الراكس. الراكس ليه سيستم تاني. راكس يعني في كلمه راك يا باشمهندسين من الاول اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الارفف، الراجل بيخزن على نظام الارفف تمام. فهو في رف هنا اهو وفي فوقي انا مثلا بمترين كمان في رف تاني، في فوقه كمان بمترين تاني في رف تاني. خلي بالك نظام الراكات ازاي، لما يكون راك لوحده بنعمله ان هو كومبارتمنت لوحده، يعني بمعنى اصح الراك انا في رف هنا وفي رف فوقي، لازم في خط رشاشات لكل راك يخش جوه الراك النص والنص. ودي ركبتها برضو في مصنع من المصانع كانت لطيفه جدا، حتى الناس بتوع الدفاع المدني اللي هو عاملينه مزار لغايه دلوقتي تقريبا من 2006 لغايه 2013 سبع سنين تقريبا ثلاث سنين ها عاملين مزار. بس يقول لك المصنع ده الوحيد اللي شفنا نظام الريكات فيه كل دي ستاندردز لان معظمهم بيشتغل على شاشه السقف وخلاص. بس الراجل بتاعك مش عن القسم طبعا تمام، هو مركب الحاجات دي قبل ما يسوق. ده يا فندم على حسب الراك، حسب الراك، حسب الراك من فين. لو الراك على الحيطه، لو الراك على الحيطه مفيش حاجه اسمها سايد فيو، حاجه اسمها سايد وور بالظبط. سايد هو الحركه الوحيده، لكن لو هو الراك موجود في النص بقوم نازل برايزر من فوق او معلقه في حرف راك في قسم راك وليه طريقه تعليق معينه، قوم واخد جاي في نص الراك كده وحاطط ايه حاطط السبيكر بتاعي، وبعدين ايه بنحط حاجه اسمها سيف جارد، يعني سبيكر كده وعليها ايه شبكه، عليه شبكه بلاستيك كده سوري مش بلاستيك، شبكه من المعدن كويس عشان احمي بيه الايه جارد، احمي بيه الايه سبيكر جارد عشان احمي بيه الايه السبيكر من اي إيه حاجه تخبطه تكسر ايه تكسر. دكتور يعني اتفضل النتورك بتبقى نازله من فوق بالظبط بالظبط نازله ولا جايه مع الراكات؟ طب هتيجي مع الراكات ازاي؟ هتحط لي الماسوره ازاي يا باشمهندس؟ هتبقى رايزر وطالع. انا موافق يا باشمهندس. لا انا بس ثينك بيفور يو تمام. عند حضرتك رصة راكات كده كويس. طيب الراكات دي انا ماشي كده فيها في النص، هتيجي تقول الماسوره هتمشي نهوض كده، طب الفورك ليفت اللي شايل البضاعه هيعدي ازاي؟ امشي لازم الماسوره تبقى ماشيه في السقف وانزل مع السقف. فكرني ان انا ممكن اوريها لك الكلام ده ككيس ستادي، يعني معايا صوره كده تمام؟ اوري حضرتك طريقه التركيب الصح طبعا تمام؟ نرجع مرجوعنا التاني السبريكر والمسافه ما بين السبريكرز وبعضها. ممكن تقرا لي حضرتك في الكتاب تمام؟ تطلع لي the minimum distance between a sprinkler and wall، المسافة أقل مسافة بين الرشاش والحيطة 4 انش أو 100 كام يا فندم؟ 4 انش هاي
4 انش يعني 102 ملي 102 ملي يعني كام يا فندم 10 سنتي 102 ملي 10 سنتي 102 ملي تمام 10 سنتي 102 ملي ده ايه يا فندم المينيمم ديستنس يعني ايه مينيمم ديستنس اقل مسافه ما بين الرشاش والحيطه يعني حضرتك انا قلت انا ما عرفتش انا فندم معلش بالظبط حد يقول لي مين؟ أنا حتى في الكتاب يا جماعة صفحة كام؟ صفحة كام؟ 89 صفحة 89 تحت خالص في آخر باراجراف حضرتك 5 6 3 آخر باراجراف حضرتك كاتب عليه ده مينيمم ديستنس عشان كده دايما لما بتكلم بقول يا جماعة بنتكلم دايما بإيه؟ بالكود أنا بقول كذا مفيش حاجة أقولها لك إيه؟ من دماغي عارف الكود ده أنا بتكلم هنتكلم بالكود الامريكي اوكي هنتكلم بالكود الاوروبي تمام هنتكلم بالكود الدنماركي تمام ما بيهزرش ينفع عايز اطلع حاجه من الكود اه عايز اطلع حاجه من الكود انت ما شرحتهاش انا ما شرحتهاش الموضوع صعب قوي لا خالص الناس ما يمكن الكود اللي قال